اتفق المشاركون في اللقاء التشاوري الأول لفعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية بالجزائر العاصمة على ضرورة التمسك بالحوار وتوحيد المساعي للوصول إلى حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. وعبر المنسق العام لكونفدرالية فعاليات المجتمع المدني في الجزائر الياس مرابط في ختام اللقاء عن ارتياحه لنتائج هذه المبادرة التي توج بها هذا اللقاء، واصفا إياها بالإيجابية كونها سمحت بالتفاف كل الأطياف حول فكرة واحدة. وقال أن الفكرة تتمثل أساسا في المضي قدما نحو حل الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، مؤكدا توسيع هذه الفكرة نفسها خلال الأيام القادمة إلى أحزاب أخرى كانت غائبة.